يبذل هؤلاء الجنود جهودا مضاعفة للوصول إلى قمم جبال نهم الوعرة، ويضطرون لقطع مسافة طويلة سيرا على الأقدام حاملين معهم ما يعينهم على المعركة ومواصلة التقدم نحو العاصمة صنعاء، كما يتولى البعض منهم نقل زملائهم المصابين وإعادتهم إلى مركز المحافظة. كل ذلك يتم بطرق تقليدية، فهنا لا طرق ولا ممرات، وعلى الجندي أن يتأكد أولا قبل أن يضع قدمه أنه في مأمن. ويقضي الجنود أوقاتهم في طريقهم الطويل في الحديث عن الهدف الذي يسعون إليه بإرادتهم، بعد أن أجبرتهم الميليشيا على مغادرة أرضهم وعلى مواجهتها في المناطق البعيدة من حيث يعيشون. ويريدون أن يحققوا العدل والمساواة ويزيلون الظلم عن هذا الشعب العظيم، وعلى تحمل المشاق في أماكن ما كان لهم أن يتوقعوا التواجد فيها، عوضا عن اتخاذها رفيقا مخلصا في المواجهات الطويلة والممتدة على مساحات نهم الواسعة. لكن كل هذه المعوقات لم تثني الجنود وأفراد المقاومة المساندة لهم عن التراجع عن الهدف الذي رسموه أمامهم ويرونه جيدا من خلف كل هذه المرتفعات.